اتبع معايا غنشوفوا واحد القطعه ارضيه اللي المساحه ديالها 87 متر، التجزئه ديال طنجه باليه، التجزئه في النور، عندها جوج ديال الواجهات، شارع د 12 وشارع اخر، مساحه خضراء قبلتها. تبعوا معايا نمشيو نشوفوها. الدخله ديالها محدا هاد حقل المعرفه، مدرسة مؤسسة تعليم خصوصي. الدخلة ديالها مع لابارتمان السباعي ديال طنجة بالية. هادي هي التجزئة كما لاحظتوا معايا. القطعة هي هادي، عندها جوج ديال الواجهات، شارع د 12 هو هذا، والشارع آخر هو هذا فين كاينين هاد الروكارس الزرق من هنا، وهنا اللي قبلتك كتبقى منطقة خضراء، هذه منطقة خضراء اللي قبلتك هنا، والقطعة هي هادي هي فين هي، كتشوف الواجهان هنايا منطقة خضراء، كتشوف الواجهان هنايا هاي. مساحة 87 متر محافظة تترية، باقا ما مسلماش، باقا ما مسلماش، يعني السيد كامل التنازل عند الشركة كما قلنا 87 متر، المساحة من فوقي كتزاد بالكون فوقي راه تعطيك شي 100 متر على حسب المساحة تزاد من جوج اتجاهات. هادي تجزئة النور ديال التجزئة ديال العلاوي ديال طنجة بالية. شاركوا الخوت اللي باقي ما مشاركينش باش كيوصل لكم الجديد، وبارطاجيو الحباب والعائلات. هاد التجزئه هادي قريبه تسلم، هادي باقي لا شي ايام تسلم. هذا الشارع د 12 اللي هو هادي فيه، والقطعه هي هادي فكين هذا التراب مجموع، هي هادي القطعه عند الدوفاس، عند الواجهه من هنا كطل لهيدا، الواجهه من هنا هذيك تما تكون منطقه خضراء، والقطعه هي هذه. الثمن ديالها مزيون 5500 درهم، 550 الفرنك للمترو. السيد كامل التنازل عند الشركه، توكل على الله. المساحة قلنا 87 متر، عند الشارع د 12 ها هو، والشارع د 12 راه هو قبلتك، وغادي تكون منطقة خضراء. ها القطعة فين هي، ها التجزئة هي هادي اللي أنفاس معانا اللي كتشوفو، ها العمارة السباعي فين هي، يعني كتجي من داك الشارع هاديك راه هو، كتجي من هنا وكتدخل في حالك على حدا هادي مدرسة بريفي، كتدخل في حالك من هنا. ها التجزئة فين هي، كيسميوها تجزئة النور. وهذه الطريق هذه اللي قلت لكم ها هي من هنا، ها الروكارس من هنا، ها في الصاله ديالها جات مربعه، هذه الطريق هذه فين دايزين هاد الروكارس، شتي فين ما جيت السيف هاد الروكارس، هذه الطريق هنايا اللي قلت لك انا غادي تكون منطقه خضراء هنا. انا غادي نجي دابا انفاس مع قطعه ارضيه هاي. ها قطعة أرضية هي هادي، عندك الواجهة من هنايا، والواجهة مع الشارع د 12 راه هو اللي ماشي هايدي. خوتي العزاز، ما نطولش عليكم الفيديو، كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في قناة إيموبيلي طونجي. اللي عنده شي بارت ما فشي تمام زيون يعيط لي، واللي عنده الغلا بلا ما يعيط لي، الله يجازيكم بالخير. فهمتي، واللي غير كيساوم، اللي كيساوم كتجرو ما كيبيع ما والو، احسن ما يعيط ليش. خوتي العزاز، الله يجازيكم بالخير، احسن حنا كنعملوا مجهودات باش كنقرب لكم هادشي باش كتشوفوا داكشي. اش انا قلت لكم، انا السيد هذا عمل الثمن دبي هنا، التجزئه كامله راه ما تجبرهاش بهذا الثمن 5500 درهم، سمعني، واش تخبع فلوسك فيها، ها هي فين هي، هي قريبه تسلم، ما بقاش اكثر من اللي فات غادي تسلم. خوتي العزاز، كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في قناة إيموبيلي طنجي، وباقي الخير للقدام،
والسلام عليكم. ها خارج هاد الارض من هنايا، هادي الدخله اللي دخلنا منها. اللي بغى يجي نعين المكان يشوف قطع يتاكد منها، هي اللي شفتوها في فيديو، واللي ما عرفها شي فاين يتصل بيا نعملوا موعد ونشوفوه. هادي هي الدخلة ديالها، الطريق اللي جينا منها هي هادي، هي قريبا من السوق، السوق ديال المجمع الحسني واحد هنا، كتجي من هاد الشارع هذا نيشان، كدور على اليمين، ها السوق فين هو.